زي المرة الماضية حلينا هذا السؤال تبع ستيب الموتور. كان عندي باور سكرو البيتش تبعه سمول بي كانت 5 ملليمتر بير ريفولوشن. هلا تكملت هذا السؤال نعتبر هون انه في عندي ستيبر موتور مركب هون، هو ستيبر موتور اللي عم بيعمل درايفنج. ستيبر موتور بيعمل درايفنج له 200 ستيبس بير ريفولوشن، او بقدر اقول انه دلتا ثيتا هي 360 درجة على 200 بلس بير ريفولوشن 1.8 degrees. اوكي هلا هون الرابط المهم، هلا بنربط السؤال. حلينا احنا السؤال المره الماضيه، طلعنا التورك، طلع معنا التورك اظن 0.47 نيوتن متر، مش هيك؟ 0.4712. فبيطلع عندي هون التورك المطلوب من المحرك او من الدرايف بيساوي 0.4712 نيوتن متر. بس ما بصير اني اسال هذا السؤال بدون ما اقول قديش اوميجا او قديش pulses per second. يعني لازم احط معاه سبيد عشان اقدر اعمل سيلكشن، عشان تصير السيلكشن in order to enable selection. فلازم اخذ التورك والسبيد واحطهم على ستيبر موتور كيرف واشوف انه هل هذا تحت الانفلوب ولا فوق الانفلوب. اذا كانه فوق الانفلوب معناها هذا غير مناسب، اذا كانه تحت الانفلوب بس ما يكونش طبعا بعيد كثير عنه كمان معناها هذا ستيبر موتور مناسب. اذا انا عندي هون 200 ستيبس بير ريفولوشن، هلا عاده راح يكون عندي سبيد تورك كيرف للمحرك، غالب المحركات راح تكون طبعا بحدود الرينج مثلا هذا 300 pulses او steps per second، فرضا هذا 2000 وهذا 1000. هذا عندي هون اللي هو holding torque، ما في شيء اسمه starting torque في stepper motor، اسمه holding torque. يعني اني لو وقفت المحرك مكانه وشديت حطيت عليه البلس بحيث انه يضل على مكان معين حسب هدول المسننات عم بعطوني المينيمم ريلاكتنس، راح يكون هذا الهولدينج تورك. فما بسميه هون ستارتنج تورك لانه ممكن اوقف عليه. في الاندكشن موتور لو حطيت هون عند هاي النقطه راح يكون ستارتنج، لانه مباشره ايش راح يعمل الاندكشن موتور؟ راح تبدا تزيد سرعته ويطلع، ما راح يوقف عند النقطه هاي. صعب اني اخلي الاندكشن موتور يضل واقف عند النقطه هذه اللي هون، فبسميه ستارتنج تورك لانه راح يبدا منه ويطلع. بس هذا بسميه بالحاله هاي هولدينج تورك. الهولدينج تورك انا ممكن اخلي الستيبر موتور يمسك لود معين في مكان معين، وعاده راح يكون عندي الشكل. فبتلاحظوا كل ما زادت عدد البلسز بير سكند عماله بنزل الافيلبل تورك من لازم اتاكد الان اني انا تحت هذا الانفلوب من هون. فبدي اجيب هي عندي ال 0.47، نفترض مثلا 0.4712 نيوتن متر عند النقطه هاي فرضا. ما بقدر اقول الان انه هذا مناسب ولا غير مناسب، ليش؟ لانه اذا مديت هذا الخط من هون ممكن يكون في المنطقه هاي وممكن يكون في المنطقه هاي. إذا كان في المنطقة هاي معناها هذا المحرك غير مناسب، إذا كان في المنطقة هاي فهو مناسب. إذا إيش لازم أطلع؟ لازم أطلع السرعة. وإحنا هناك فإحنا الرقم اللي بهمني الآن راح آخذ هذا الرقم، هذا الجواب اللي طلع معنا المرة الماضية. بس أنا كمان بالسؤال طالب إنه راح أضيفه سي في الورقة اللي نزلتها على الموقع، راح ضفت مطلوب جديد سي اللي هو find the maximum speed in مثلا radians per second and in pulses per second of the stepper motor. إذن لازم نلاقي السرعة. احنا طلعنا المرة الماضية اظن طلعت معنا 10 باي، مش هيك؟ 10 باي radians per second اظن. تمام، اوميجا ماكس احنا طلعت معنا، لاحظوا اوميجا ماكس it corresponds to this point. اوكي ماشي مظبوط، بس هي اسوأ حالة ف I take the worst case. بناخذ اسوأ حالة، يعني لازم ضل محافظ في اللحظة قبل ما يوصل هذا البيك بالضبط، مش كان لسه في acceleration هون؟ مظبوط انه السرعة هون اقل ففي تورك متوفر اكثر، بس
اضعف نقطة عندي هي هاي النقطة هون، لأنه لسه في عندي سلوب، ففي عندي acceleration مطلوب، وكمان لازم أجيبه هذا على السرعة هاي. إذا هون عندي أوميجا ماكس طلعت معنا بتساوي 10 باي radians per second. هلا حتى أحولها بدي أحولها هون لبلسز بير سكند. فأنا عندي هون إذا ممكن نحولها، إذا بدنا نطلع بلسز speed in pulses per second بدها تساوي 10 باي radians per second. هلا هاي بدي أحولها ل revolution، فعندي هاي radian تحت عندي بكون 2 باي radian، وإيش فوق عندها؟ هذا إيش سميناه البراكت؟ unity bracket. بعدين عندي كمان في عندي 2 هلا هاي راح تتحول radian، راح تشطب مع radian مش هيك، راح يضل عندي هون revolutions per second، بس انا كمان عندي 200 pulses per revolution. revolution راح تشطب، انا بس حطيت هاي هون لانه فيش مكان. revolution راح تشطب مع revolution، rads راح تشطب مع rads، فبصير عندي الوحدة النهائية pulses per second. إذن هون بيطلع معي الجواب النهائي pulses per second، واللي هي بتطلع معنا 10 باي. هلا باي بتشطب مع باي، و200 بتشطب مع 2 بتصير عندي 100، في 10 بتصير 1000 pulses per second. وين باجي الآن على الكيرف؟ هلا أنا ما أعطيتكمش الكيرف، إذا ما أعطيك أنا الكيرف تبعت المحرك بدك تروح على هذا الكيرف وتفتش، فممكن باخر هذا راح يكون. هلا هذا ما اظنش انه لوغاريتميك، اظنه كان لينير. فهون بدنا نرسم الخط هاد، وبنرسم الخط هاد، لانه هون ما في اوكي تحت الانفلوب. هلا في مشكله مرات اذا كانوا تحت الانفلوب كثير راح يصير في تسارع اكثر من التسارع اللي بدنا، راح يسبب لنا مشكله. هلا معظم المانيفاكتشرز بعطيك برود كيرف ثاني، بعطيك انفلوب ثاني، فبدنا نكون يعني طبعا ويستفول كمان. اذا انا نازل كثير عن هون هذا ويستفول، الاحسن افتش على محرك اكون قريب على الانفلوب بس ما اكونش عليه بالضبط. الستيبر موتور هو الدرايف الوحيد اللي بقدر اني اشتغل على نقطه اوف ذا كيرف، اندر ذا كيرف، باي باب ينفع لازم اكون على الكيرف نفسه. لانه لاحظ الستيبر موتور هو زي ديجيتال ديفايس او ديسكريت ديفايس، بقدر اوصل نقطه معينه واوقف عندها، بوصل نقطة معينة بوقف عندها. مظبوط التورك عندي أعلى من اللازم، بس أنا أجبرت الجهاز إنه يوقف عند نقطة معينة. الإندكشن موتور ما في نقطة معينة بقدر أخليه يوقف عندها، مظبوط؟ والدي سي موتور إذا أعطيته فولتج، الدي سي موتور إذا حطيت فولتج على الأرمتشر وفي فيلد إكسايتيشن شو راح يعمل؟ بده يلف، ما راح يوقف. الستيبر موتور هو الديجيتال إيكوفيلنت أو الديسكريت إيكوفيلنت، بيسمح لي إني أتحرك في ستيبس. فحتى لو التورك اللي متوفر أعلى من المطلوب بشوي ما في مشكلة، بقدر أمشي للنقطة هاي وأوقف عندها، بمشي للنقطة هاي وأوقف عندها. فأنا عمالي بتحكم بالسبيد حتى لو كان التورك عندي أعلى من اللازم. ماشي أوكي، واضحة؟ إذا هذه، إذا هذا أحد بيجيك امتحان بيجيك عادة بالامتحان راح يجيك الديتا شيت تبعت المحرك، بقول لك هاي الثلاث محركات المطلوبة أو المتوفرة، بدك تختار المحرك المناسب. إذا اخترت إشي بعيد كثير بعتبر ويستفول جوابك غلط. بدك تختار اللي جاست جيتس ذا أنسر، ذا رايت أنسر، ماشي؟ يعني لو محرك بيعطيني هاي النقطة هون، ومحرك بيعطيني إياها هون، ومحرك بعطيني اياه هون، غلط انك تختار المحرك الثالث لانه هذا ويستفول. الاوبتيمم انك تختار المحرك اللي بعطيك اياها تحت الكيرف.